السلام عليكم البنات، كديرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم راكم معايا، انا دابا في الطريق دابا كبر الطاكسي. اليوم معكم في فلوغ فيه مفاجآت اللي راكم نتوما كنتظروها وكتسولوني عليها دائما. كنعتذر على الشعر اللي مورايا الشمس، اذا خليكم معايا وتابعوني بعد دقائق. الله يبارك فيك. انا جيت عندك اليوم، المستفيدات راهم معنا. خدمنا المونطوات، خدمنا لي كاب البنات، المونطوات لي كاب الجاكيت، اي حاجه. المهم انا جيتكم عند المحل اللي كنخدم معاه سنين واعوام، كاع المستفيدات ديال ورشه دار القطن كلهم كياخذوا من عنده، حتى نتوما بغيتكم تستافدوا من عنده ويبقى المحل ديالكم. غنحط لكم العنوان وغنحط لكم التليفون ديالو، واللي بغاتو تعيط ليه. المهم كل من اتصل به وغايقول لي الاستاذه نوال غدير ليه الثمن ديال الاستاذه نوال، ياك تعفقوا على الثمن ديالنا، الثمن ديالي انا، واخا شحال من عام هذا وهما راهم بنات مستفيدات جداد، ولكن غدير لهم الثمن ديالي ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. اذا صاحب المحل كيرحب بكم وتيقول لكم المحل كله تحت الامر. مرحبا، الله يطول عمرك، الله يكبر بك. اذا كيف كتشوفوا البنات، كاين اشكال كثيره ديال الفورير. كاين الفورير الغليظ كيف كتشوفوا، ها نتوما هذا الفورير، ها هو الاشكال والانواع. هادو كلهم شحال غتخليهم ليا الثمن الاخر؟ 103 مزيان هادو، شكرا. البنات للتذكير، امال الفا كناخذهم اكثر. دابا ملي سمعكم وعرفكم اونلاين قال لك 130. المهم ها هو 130 درهم للمتر، وللتذكير فيه اكثر من متر ونص في العرض، فيه متر و60 في العرض، يعني متر و60 هذا ماشي فيه متر و50، فيه متر و60. كيف كتشوفوها هو المارو، شوفوا الاشكال البنات، الاشكال شي حاجه رائعه جدا، شي حاجه اللي تتفرق. والملمس ديالهم اش غنقول لكم، غزال غزال. كنتمنى انكم تجيو تاخذوه وتشوفوه. شوفوا الغوز، هادشي كله تيتخدم باقل ثمن، يعني طلعوا الموديل القاعده اللي درنا لكم كلشي. شوفوا هذا النمر، شوفوا البنات، شوفوا شوفوا غزال غزال غزال. اللي بغات ديروا كل مونطو، اللي بغات تدخلوا، اللي بغات، اذا هادو كلهم غيحسبهم لكم ب 130 درهم لمات. غادي ندخلوا لداخل، تبعوني البنات تبعوني. كاين هذا كيدير 50 درهم، شفتوا البنات هذا كيدير 50 درهم في هذا اللون، وعنده في هذا اللون كاين غير جوج الوان، ما كاينش الثالث، ثلاثه الوان والبيض. هذا البيج، هذا البيج وهذا البيض، كيف كتشوفوا البنات هذا البيض. اذا اليوم انا بغيت نخصصوا لكم غير الفورير، اليوم هذا الفلوق بغيتكم تشوفوا اشكال ديال الفورير، لان المونطو كيبغي الفورير، الجاكيطه تبغي الفورير، وحنا دابا هادشي اللي خارج دابا، وخصوصا نتوما راه كتعرفوه كتشوفوا يعني الشكال. انتم هذا فيه، هذا كيدير 50 درهم، هذا اللي بغات ديرها جلابه، اللي بغات تستعملها حتى هي في المونطو، في القب، يعني في لي جاكيط كيدير كيكون التبطين ديال الجاكيطات. هذا بغيتو تستعملوه حتى التبطين، كاين في ثلاثه الالوان، كاين الابيض وكاين البلون كاسي يعني بحال البيج، وكاين الغوز، ها هو كيف كتشوفوا فيه، مفهومه البنات. كاين هذا الشكل ديال الفورير، هذا شويه غالي، هذا بشحال غتخليه لينا اخر ثمن؟ 180 ها هو غادي ينقص، كان كيبيعوا ب 230، ها هو دابا ولا 180. هذا شي حاجه دو كلاس، شي حاجه راقيه، يعني المستفيده منكم ولا التلميذه منكم الا خداتهم عند الكليانه غتاخذوا بالثمن. وهادو كاين الشكل اللي فيه واحد اللمعه كيف كتشوفوها ديال البريون، يعني ممكن تستعملوا حتى صواري، ممكن تستعمليه حتى صواري. كاين اشكال، كاين سامبل، شوفوا يعني المطار، شوفوا البلو، هذا البلون فيه داك الشعيرات بالماغون، ها الغوز، ها الزيت يا البنات، كيف كتشوفوا، شوفوا 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 المارة البنات. نتمنى انكم تجيو تشوفوه. هادو دي مورسو اللي كيبقاو لي من الرولو، حتى هو كيبيعهم، اللي بغات تاخذ راه ممكن تاخذي غير متر ويدير لك
شحال من حاجه يدير لك الكمام، يدير لك القوب، يدير لك دي بوش، ممكن تستعمليه على بزاف الحوايج. اذا كيف كتشوفوا البنات، نتمنى انا غنحط لكم الاسم والرقم ديال المحل، نتمنى انكم تجيو وتشوفوه وتاخذوه وتستعملوه كيف وريتكم في القاعده ديالنا ان شاء الله، باش يطلعوا لكم المطوات طوب. البنات وريتكم الفورير، يعني حنا دابا في موسم الشتاء، وريتكم الفورير كيفاش تخدموا في الجاكيطات في المنطوات، كيفاش غادي تجيو تاخذوه بثمن زوين. اليوم جبتكم عند كليان خاص ديالي من زمان، كذلك عنده الفورير، عنده الكشمير، عنده تويبات ديال البرد، جاب داكشي غزال والثمن رائع. البنات غادي تفاجئوا بزاف بزاف بزاف. اذا اليوم كيف كتشوفوا معنا، غنحط لكم الهاتف ديالو والتليفون ديالو، اللي بغات تتصل به تجي مرحبا. اذا شوفوا كيف كتشوفوا معنا، اول حاجه نبدا لكم البنات، غنبدا لكم بالفورير بالفودان. ها هو الفودان كيف كتشوفوا، النوار الباج، يعني اشكال ديال الفودان، ها هما الموطار، الاشكال كل وحده تتاخذ اللون اللي كيمشي على حساب البشره ديالها، كل وحده على حساب الذوق ديالها، كل زبونه على حساب داكشي اللي كتبغي. اذا دخلوا معايا عند الكليان ديالنا، اذا غادي نقول لكم الثمن. انا شوفوا البنات، انا صريحه وعزز عليا نقول صراحه، كيقولوا لي بعض الناس علاش كتقولي الثمن، انا كنقول الثمن باش نتوما تستافدوا، واللي بعيده ما عندناش مشكل، نتقداو لها الكونتيتي اللي بغاتوا نبعثوها لها حتى لعندها، ما عندناش مشكل، لان الكازا معروفه بالثواب رخاص. اذا شحال الثمن ديالو الاصلي؟ الثمن الاصلي كيدير هو كيتباع بالكيلو، كيتباع ب 70 درهم الكيلو، كيطيح ب 50 درهم المتر باش كيطيح. شوف الزين. ولكن بالنسبه للاستاذه كنحسبوا لها حنا ب 40 درهم، كنحسبوا معاها في الثمن. اذا البنات غتشريو الثوب على حاجة مزيانة، تعتبركم بحال حاجة مزيانة، الثوب ديال كوريا ماشي الشين ولا شي حاجة، شي حاجة كاليتي. والثمن ديال البنات ديالي. وبالنسبه للثمن ديال الاستاذه نوال كنخليو ليها ب 40 درهم، اللي جات من طرفها نخليوها ليها ب 40 درهم. يلا صافي، شكرا بزاف، شكرا. الاصيبه كنبيعوها ب 50 درهم، ولكن هذه السيده كتقدع انا وكليان ديالنا كنصيبوا معها في الثمن. صافي شكرا بزاف، ربي يخليك. والالوان البنات، يعني اللي جات هنا ما توحش في شي لون، الالوان كلهم كاينين، وحتى اللون اللي لا ما كانش كيمشي هو يقلب لك عليه ويجيبه لك. شوفوا معنا البنات، عنده اللي بغات تماري شي حاجه، يعني علاش انا كنختار هذا المحل، كنختار انني كنجي كنلقى ما ناخذ، يعني ما كنلقاش واحد عنده غير هادي ولا عنده، يعني كتجي كتلقاي باش تماري باش تعاوني. والكاليتي حاجه مزيانه، والحاجه كاليتي حاجه مزيانه، ما كيشهب ما كيتحبب الحمد لله. حتى الكريب عنده، الكريب عنده اشكال، وعنده توال طايحين، ها انتم ديال هنايا شفتوا البنات، عنده دي دونتيل البنات، الشبكه شوفوا معايا، شوفوا معايا كاين الشبكه، يعني كنجي هذا الشيء راه مازال دابا راه شحال هادي، قولي شي 3 سمين ما جيت عنده، دخل الجديد كيف كتشوفوا البنات. ها انتوما، ها انتوما التواب سخان، يعني كيحط لك لا كام، هذا غزال، هذا سخان، ها كلهم غزالين. شوف شوفوا البنات الشبكه دونتيل، اللي بغات دير الدونتير، حطينا لكم موديلات كيفاش كنشوفو. كلها ستار اوروبا، ما تلقاش شي حاجه ديال الشينوا عندي بتاتا، الشينوا ما كندخلش كاع المحل. هادشي علاش كنجيو لعندك حنا دائما، حنا راه ماشي غير ولفنا المحل غير هكاك، ولكن كنجيو كنلقاو فين نختارو. ليكرا البنات، ليكرا شفتوا ليكرا، ليكرا عنده في الالوان كيف كتبغيو، الالوان اللي كتبغيو ها هما لا كام كامله ديال ليكرا. غنمشي للجهه الاخرى فيها التويبات حتى هي سخان. البنات وريتكم الفورير، يعني حنا دابا في موسم الشتاء، وريتكم الفورير كيفاش تخدموا في الجاكيطات في المنطوات، كيفاش غادي تجيو تاخذوه بثمن زوين. اليوم جبتكم عند كليان خاص ديالي من زمان، كذلك عنده الفورير، عنده الكشمير، عنده تويبات ديال البرد، جاب داكشي غزال والثمن رائع. البنات غادي تفاجئوا بزاف بزاف بزاف. اذا اليوم كيف كتشوفوا معنا، غنحط لكم الهاتف ديالو والتليفون ديالو، اللي بغات تتصل به تجي مرحبا. اذا شوفوا كيف كتشوفوا معنا، اول حاجه نبدا لكم البنات، غنبدا لكم بالفورير بالفودان. ها هو الفودان كيف كتشوفوا، النوار الباج، يعني اشكال ديال الفودان، ها هما الموطار، الاشكال كل وحده تتاخذ اللون اللي كيمشي على حساب البشره ديالها، كل وحده على حساب الذوق ديالها، كل زبونه على حساب داكشي اللي كتبغي. اذا دخلوا معايا عند الكليان ديالنا،
اذا غادي نقول لكم الثمن. انا شوفوا البنات انا صريحه وعز عليا نقول صراحه. كيقولوا لي بعض الناس علاش كتقولي الثمن، انا كنقول الثمن باش نتوما تستافدوا، واللي بعيده ما عندناش مشكل نتقداو لها الكونتيتي اللي بغاتوا نبعثوها لها حتى لعندها، ما عندناش مشكل لان الكازا معروفه بالثواب رخاص. اذا الفورير شحال غتخلي؟ شوف غتجيني من الاخر الثمن ديال البنات ديالي باش يجيو. شحال هو داير الثمن ديالو الاصلي؟ الثمن ديال الاصلي كتباع هو كيدخل بالكيلو، بالكيلو ما كتباعش بالمتر، كتباع تقريبا شي 80 درهم للكيلو، ولكن الله عبرناه كيطيح تقريبا دي كيطيح بشي 40 درهم للمتر باش كيطيح. رائعه البنات. للتذكير هذه ماشي متر وخمسين في العرض، متر وستين في العرض. شوفوا الشكيلات، الشكال في المبرة، شوفوا اللوان ديالها، هو ده رائع اللون ديالها، الكري تا هو غزال، كلشي الحمر. شوفوا البنات يعني تبارك الله، راه المحل كبير عندكم الشوا بزاف، تختاروا ما تحتاروا. هاد الشيء البنات اللي غادي كاين بنات كيتصلوا بيا تيقول لك استاذه بغينا نشريو ما عرفناش منين، استاذه بغيناك تاخذي لينا، كنقول لهم كل شيء كاين وكل شيء موجود، خاص غير الانسان يقلب ويقلب حتى على صاحب المحل اللي ندخل واحد المحل يولي ديالي. محل لقى فيه ليكرا، لقى فيه الكريب، لقى فيه الكشمير، يعني كنلقى فين نختار. هذا الشيء علاش انا كنجي هنا في عوض ما ندور على عشرات المحلات، كنجي المحل واحد ناخذ منه كل شيء وكنمشي. كيف كتشوفوا البنات كيبغيو شويه البريون شي سواري. ها المبره رقيقه، شفتوا المبره رقيقه طايحه وغزاله، الالوان ديالها باقي بالالوان ديالها، مازال غيزيد قال لك الالوان ديالها، الماغون ها النوار لو سيال. شوفوا البنات شوفوا هذه موجه محفره، هذه محفره يعني عنده التواب السخان كيف كتشوفوا. هانتوما اللي بغى يديروا هذه، اللي بغى يديرها مونطو، اللي بغى يديرها بينوار، اللي بغى يديرها جلابه، اللي بغى يدير، المهم شوفوا كيف كتشوفوها هي مبطنه من الداخل ومن برا، شوفوا كي مزغبه وغزاله وما حرشاش من هنا. لا لا بالعكس رطبه رطبه، كلشي رطب وزوين الحمد لله. كيف كتشوفوا ليكرا والاثمنه مناسبه، اثمنه مناسبه البنات. واللي عندها شي سؤال تحط لي السؤال ديالها، واللي بغات تعرفوه كلشي كاين. شوفوا البنات الفوق كاين اشكال ديال الثوب مخلطه، اللي بغات تمري شي قفطان شي قميص شي جلابه شي تكشيطه كلشي كاين، يعني تخدمي على بزاف. والبنات للتذكير غنخليو لكم الرقم واسم ديال صاحب المحل باش تصلوا به وتجيو عنده. البنات اللي هنا يقرب ماشي مشكل، حنا وحتى اللي بعاد وبغات شي حاجه راه نقدروا استاذه تواصل لها. البنيتات ما تتماريو به. المهم البنات هو كلشي عندكم وكلشي معاكم، واللي احتاجت شي حاجه انا راه الاشاره البنات، راه الاشاره. شوفوا هذا حتى هو غزال هانتوما، وإلاستيك إلاستيك شوفوا هذا جديد تبارك الله ما شاء الله. اذا البنات نتمنى انكم تبحثوا تخدموا تقلبوا، راه ماشي غنفصل ونحط، حنا غنبداو نقولوا لكم كيفاش. يعني شحال بحال دابا هذا فيه متر وستين في العرض، ما غياخدش لك الميتراج كيف كياخدها لك مول متر وخمسين، يعني تلقاي تقدري تلقاي نفس الثمن في 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 التواب، ولكن هذا متر وستين وهذا متر وخمسين، يعني عوض ما عوض ما غتفصلي جوج مترون غتفصلي جوج متر وعشرين، غتفصلي جوج وتقدر جوج متر. يعني البنات راه ممكن هذا الشيء كله. شوفوا الكشمير، ها هو الكشمير اللي درنا فيه اللي فصلناه مونطو كول شال، ها هو كول شال شفتوه، هذا كيدار ونقدر نمريه بثوب اخر، وهانتوما ثواب اخرين. شوفوا هانتوما كلشي ثواب زوينين وغلاظ، يعني موسميه، هاد الثواب كلها موسميه كيف كتشوفوا. هانتوما الزيت كيف كيبان، شوفوا هذا حتى هو راه غليظ وسخون، يعني البنات مونطوات كلشي يجي، يجي مونطوات يجي جاكيت، هادو يجيو جلالب يجيو مونطوات، غنديرو المونطو قبو لاصق. ها هو البنات اللي باقي ما درتش ليهم غيدير، هادشي كيجي فيه رائع لان شوفوا القفه ديالو تيعطي واحد الغف اللي تا هو زوين. اذا البنات ما تنساوش انكم تحطوا لي كومونتير ديالكم، التعاليق ديالكم، الاسئله ديالكم، اللي بغات شي حاجه حنا راه الاشاره ديالكم. شكرا.
البنات اللي كيسولوا على التوابل ديال الجلالب والقاعده ديال الجلالب، لا البرنسيس، لا قفطان حوريه، لا قفطان سمكه، جلابه العاديه، العبايات، حنا جبناكم على المحل اللي كنتقداو مع عنده سنين واعوام، عنده لي كاليتي ما غاديش نشكروا لكم. والثوب ما كيتكملش، ما كيتحب الترزيل ولا اي حاجه ديريها في اورديناتور ولا رباطي، يعني بارتياحيه ما كيتكملش ما حتى شي حاجه. يعني كيف كتشوفوا معنا هذا الشكل الاول ديال ريحانه، ريحانه اللي كيدير 30 درهم، ولكن لا كاليتي ما غاديش نشكرها لكم. والبنات غادي نوريكم الجلالب اللي طرزناه في ريحانه من عنده خديتهم، وراه عندي في الورشه، ملي غادي نوصل ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش كيجي مطروز. هذا شنو قلتي لي سميتو نسيتها؟ انجيليكا. هذا جديد، هذا سميتو انجيليكا. كيف كتشوفوا شنو الثوب اللي كيعوض هذا؟ هذا غليظ، هذا شوف عرفتوا الا شتيه كتسحبيه مليفه، الا شتيه كتسحبيه مليفه، داير 40 درهم، رائع جدا. شوفوا البنات، خول من بعد كيبان بحال المليفه، سبحان الله. هانت شتي وغليظ وزوين وطايح او ميم طون، بحال درتي كيجي فيه الطرز، يعني سخون وطايح. شوفوا هذا، هذا حتى هو كيدير 40 درهم، هذا 40 درهم، ها هو شبه الكريب، غير هو شويه غليظ وعاد فرادي، سميتو براد، وفيه 27 لون. شوفوا شحال من لون فيه، فين تختاروا البنات اللوان كاملين، يعني لاكان كامل ديالهم. شوفوا الموف، ها هو الفيردو اللي خديت، ها هذا البنات غادي نوريه لكم مطروز، هذا مطروز رائع رائع رائع، شفتوه كيفاش كيبان طايح. هادو البنات التواب ديال العبايات، فيهم مترو و75 في العرض، مترو و75. هادو العبايات اللي كيكون كمها لاصق من هنا حتى لهنا، دائما في المتراج ديال مترو 50 دائما كديروا ديك الكماله ديال الكمام، لان ما فيهش العرض، فيه غير مترو 50، هذا فيه مترو 75، يعني عندك فين ديري الكمام وعندك فين، يعني رائع جدا. وحتى هو لاغام ولي كولور كاملين، ها هما فيه، شوفوا النوار ديالو كيفاش داير، كاع اللوينات اللي فيها، هانتوما المطار، الموف، كاع اللوينات ها هما فيه، بلوغوا، الفيغ، بلو سيال، كاع اللوينات فيه. البنات غنخلي لكم العنوان والهاتف ديال المحل، هنا لاغام ديال اللوان كلها، أي لون بغيتوه في الجلالب كاين هنا، في العبايات كاين هنا، في الخمارات كاين هنا، اي حاجه. عنده تتويبات ديال القنادر ديال الرجال، ها هما بحال جوهره الرجال ولا عيالات، كلشي كاين. شفتوه فيه دوك الخطيطات منه، فيه ريحانه في الالوان، الثوب هذا اللي بحال المليفه حتى هو في الالوان، يعني كلشي لاغام. باش كيعجبني هذا المحل بلاغام، يعني انا ملي كنجي كنكون جايبه غير شي لون كنولي دايخه في اللوان، اللوان كاملين كنكون دايخه فيهم حيت اللوان كثار. والخمار بنات، الخمار ولا العاديين، يعني هادو تواب ديال فولارات العبايات. شوفوا هانتوما هاد الصف كامل تيدار بهداك، ها العبايه، ها كاين الرقيق، كاين الغليظ، اللوان كاملين، الخمار، فولار. شوفوا شوفوا البنات، ها هو كاين المكرش، كيف كتشوفوا ها هو المكرش، كاين السامبل، واللوينات كلهم كاينين. اذا البنات كيف كتشوفوا معنا، حنا وريناكم منين تقداو الثوب باثمنه رخيصه وغزاله، واللي احتاجت شي حاجه خليت لكم الانستغرام ديالي، ها هو ما تنساوش تابونوا فيه، وكذلك انا في انتظار الرد ديالكم والاجوبه ديالي، راها غادي تكون تحت الاشراف ديالكم. شكرا.